فهذه الأنفس المطمئنة ترجع إلى الله وتدخل في جنات النعيم وتلتقي هناك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي. ما معنى فادخلي في عبادي؟ ادخلي بين عبادي الصالحين وليس بين الكافرين. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هل تلتقي أرواح الموتى؟ الحقيقة هذا السؤال أيها الأحبة وردني وأحببت أن أجيب عنه في دقائق قليلة جدا باختصار. أيها الأحبة، ما الذي يحدث بعد الموت؟ يجب أن نفهم ما الذي يحدث لحظة خروج الروح وبعد الموت لنفهم القضية أكثر. عندما يموت الإنسان، الروح هي النظام الذي يشغل الجسد، يشغل تريليونات الخلايا. دماغك أيها الإنسان فيه أكثر من 100 مليار خلية في الدماغ. هذه الخلايا من الذي يشغلها؟ الروح. من الذي ينسق العمليات المعقدة في القلب؟ الروح. من الذي ينسق مليارات العمليات التي تتم بين أعضاء الجسد؟ أيضا الروح أخي الحبيب. لذلك نحن الآن نريد أن نفهم ما الذي يحدث عندما تخرج هذه الروح. عندما تخرج هذه الروح كل هذا التنسيق يتوقف بشكل مفاجئ. النفس هي التي إما أن تذهب إلى الجحيم فتعذب أو تذهب إلى جنات الخلد فتنعم. إذن الروح ليس لها علاقة في الموضوع، والروح لا تلتقي مع روح آخر، لأن الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن يجب أن نصحح المفهوم أيها الأحبة. الأنفس هي التي تلتقي، الروح ليس لها علاقة بالموضوع من أساسه، لأن الله تعالى يقول للنفس المطمئنة يا أيتها الروح المطمئنة، لا، قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن أخي الحبيب يجب أن تصحح مفاهيمك. موضوع تلاقي الأرواح موضوع آخر، هذا في عالم البشر يتم. الأرواح جنود مجندة، هذا موضوع آخر أنبأنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما تموت الروح لا تعذب ولا تنعم، الروح تخرج إلى بارئها، لأن الروح هي من أمر الله، ونفخت فيه من روحي. ولكن طبعا روح المؤمن لن تكون مثل روح الكافر. العذاب والنعيم يتم على النفس. إذن النفس هي التي تنعم أو هي التي تعذب، وهكذا في القرآن كله. الله يتوفى، لم يقل الروح، قال الأنفس حين موتها. أخرجوا أنفسكم، لم يقل أرواحكم، اليوم تجزون عذاب الهون. إذن الروح دائما شيء مقدس، شيء عالي، ونفخت فيه من روحه، هي من أمر الله. حتى إن جبريل عليه السلام سمي بالروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، روح القدس. إذن الروح شيء مقدس، لا تعذب ولا تدخل النار ولا كذا بعد الموت. الذي يعذب هو النفس. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذن نفسك أيها الإنسان هي التي تتشوق للقاء الأحبة بعد الموت. ولكن هنا توجد ملاحظة أحبتي في الله، أنت عندما تموت أخي الحبيب، إذا كنت من المؤمنين تتوفاك ملائكة الرحمة، نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله. إذا كنت من الكافرين والعياذ بالله الغافلين الذين شغلتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا،
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. نفسك ستعذب منذ لحظة خروج الروح، ستبدأ رحلة العذاب، لن يكون لك ما تتمنى، ولن ترى أهلك، ولن ترى أي شيء، ولا تحقق أي أمنية لك. النفس المطمئنة تأتي الملائكة لتخاطبها، تقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة متى؟ لحظة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. إذن الإنسان الذي يموت وهو على الإيمان وقد رضي عنه الله، هذا الإنسان الذي استقام على تعاليم القرآن ستحقق له الملائكة ما يشتهي، تحقق له ما يشتهي، أن يلتقي بنفس مؤمن آخر. طبعا في ذلك العالم، عالم البرزخ، أنت لا تلتقي بالشخص الخبيث، لا تتمنى أن تلتقي به أصلا، الكافر لا تتمنى أن تلتقي به، الأرواح جنود مجندة. فلذلك الإنسان بعد الموت يلتقي بمن يحب من المؤمنين وليس من الكافرين، لأن الكافر يعذب. فهذه الأنفس المطمئنة ترجع إلى الله وتدخل في جنات النعيم وتلتقي هناك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي. ما معنى فادخلي في عبادي؟ ادخلي بين عبادي الصالحين وليس بين الكافرين. لذلك أخي الحبيب، أنت بعد الموت إذا كنت من المؤمنين سوف تدخل في عباد الله المؤمنين من آبائك وأهلك وأقربائك وأحبائك، وستجتمعون على مائدة الرحمن، سيكون لكم رزق عظيم، الله سيرزقك أخي الحبيب وأنت في قبرك بعد الموت في عالم البرزخ. إذن الأنفس تلتقي عند بارئها في الجنة، واحفظ هذه الآية جيدا واعمل لهذا المصير. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو مصير الإنسان المؤمن. لذلك ما الذي يجعلك تبيع الآخرة بالدنيا؟ ما الذي يجعلك تنشغل عن نعيم الآخرة بالدنيا الفانية؟ ما الذي يجعلك تهتم بهذه الدنيا وتنسى الآخرة؟ كل إنسان أيها الأحبة يستطيع أن يتقي الله ويدعو إلى الله ويستطيع أن يستمتع بما أحل الله له. يعني الإسلام أخي الحبيب دين الرحمة ودين الحياة المطمئنة، دين يدعوك أن تحب الحياة، لا أن تنعزل وتغلق على نفسك وتعيش في الهموم. لا، عندما تفهم الإسلام جيدا وتفهمه كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أسعد الناس. وليس صحيحا أن المؤمن يجب أن يكون تعيسا في الدنيا، لا يا أخي، الملحد هو الذي يجب أن يكون تعيسا ولو امتلك المليارات، لا يشعر بالسعادة أبدا. إذا نلخص هذا اللقاء أخي الحبيب: أولا الأرواح علمها عند الله، والدليل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح في القرآن دائما تذكر على أنها شيء مقدس، روح القدس، قل نزله روح القدس.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر، ونفخت فيه من روحي روح الله سبحانه وتعالى. إذن الروح شيء مقدس الله أعلم به. الذي يتوفى هو النفس، الله يتوفى الأنفس، والذي يعذب أو ينعم هو النفس، والذي يلتقي هو النفس، والذي يعني يتمنى هي النفس في عالم البرزخ. إذن إذا أردت أن تلتقي بأحبائك بأخيك أخ فقدته تتمنى أن تلتقي به بعد الموت في عالم البرزخ، سارع إلى الاستقامة. لكي تحقق أمنيتك يجب أن تستقيم على أمر الله، والاستقامة أمر بسيط جدا أيها الأحبة، كل ما ينفعك طبقه. الاستقامة أمر بسيط جدا، ليست قضية معقدة. الصلاة فيها فائدة أصلي، الصدقة والزكاة فيها فائدة لي أزكي، ترك الابتعاد عن الخمر يضر أبتعد، الزنا يضر أبتعد عنه، الميسر والقمار يضر أبتعد عنه، النميمة والتجسس فيه ضرر أبتعد عنه، كل ما فيه خير ألتزم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.